رح نتابع محطاتنا اليوم بعالم الصباح ورح نحكي عن موضوع كتير مهم بلشنا نسمع كتير عنه بالفترة الأخيرة اللي هو بيست إنما لأنه في ضخامة كبيرة بالتعامل مع هالنشاط اللي رح يصير إن شاء الله ببيروت واللي هو بيروت إيفنتس أند ستريت شوز واللي هو رح يصير إن شاء الله مع نهاية هالشهر الحالي. رح نحكي اليوم بالتحديد عن هالموضوع مع منظمة مهرجان بيست رشا جرماني وأيضا معنا المخرج وسام سميرة. رشا وسام صباح الخير. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. ثانك يو. فعلا نحن سعداء لأنه بنشوف إنه بيروت عم بيكون عندها حصة كبيرة يعني وعم نلاحظ قديش فعلا في كتير أنشطة عم بتصير بكل المناطق اللبنانية إنما أيضا بيروت قدرت تحصل على حصتها من كل النواحي يعني هون عم نلاحظ بالفستيفال. خلينا نحكي شوي كيف بلشت فكرة إنشاء بيست لأنه كمان الاسم مش يعني واحد ما بفكر فيه انه يعمل فستيفال يسميه بيست يعني كمان سو كيف ابتدت الفكره وكيف اشتغلتوا على التحضيرات؟ بيست هي جمعيه اسسناها انا وزميلتي وصديقتي مايا ابو صالح. هيدي الجمعيه خلقت من ايماننا وقناعاتنا انه لبنان كان دائما مناره الامل ونموذج بالانفتاح والتجدد واكيد منصه للابداع بالمنطقه والعالم. صحيح. ونحن كمغتربين عايشين برا بنحس بالمسؤوليه تجاه هيدا الوطن وتجاه انه نقدر نفرجي لبنان بصورته الحلوه مثل ما نحن معودين عليه. فمن هون خلقت فكره بيست وحبينا اسم المهرجان يكون غير عن الكل حتى بالموجود فيه. فحبينا نخلق براند اذا بدك تنقدر نحن كمان نكون عم نعمل مهرجان بلبنان يتنافس مع المهرجانات العالميه. صحيح. فهيك كانت الفكره. انتو كنتي مقيمه بالخارج؟ مزبوط. وين كنتي مقيمه؟ قد صار لك برا وقد صار لك راجعه على هلا؟ انا كنت بافريقيا. أيه. بنيجيريا. ودائما اكيد كنت روح واجي على لبنان بس هلا صرت مقيمه هون كرمال اقدر اعمل هيدا المهرجان. نحن هذا اللي بيبسطنا لما بنشوف اشخاص فعلا يعني كانوا مغتربين عن لبنان مزبوط. وحسوا قديش هيدا الشيء عم بيعطيهم دافع اكثر ان يرجعوا يكونوا هالسلاح لهالبلد يعني هن فعلا يرجعوا يسلطوا الاضواء على كل هالمواضيع الثقافيه والفنيه اللي رح نحكي عنها تباعا هلا اليوم بخلال المهرجان. وسام انت عم بتكون مخرج بعدد من النشاطات اللي رح تصير بالمهرجان وبالتحديد رح نحكي اليوم عن الفستيفال اللي رح عم بنشوف كثير البلبوردز تبعوا له على الطرقات اللي هو المالتي ميديا شو. مزبوط. خلينا نعرف الناس عنه كيف راح يكون التحضير له وش راح يشوفوا الناس بهالمالتي ميديا شو. اوكي المالتي ميديا شو هو شوي شغله جديده عم بتصير بلبنان ومشان هيك شوي لما عم نحكي عنها عم يكون في صعوبه تنفسر او الناس تعرف لانه ما عندها شيء مثل صحيح حسه ما عندها شيء تعرفه شو هو يعني لما تقولي كونسير حدا كونسير بتعرف شو الناس بتحطي صوره الفنان بيجوا الناس بيشوفوه او لا مسرح ذات الشيء اوبرا ذات الشيء. مالتي ميديا شو هو جامع كل الفنون مع بعضها وهذا شيء شوي جديد لنا وصعب وصعب كثير لانه بده كثير شغل وكثير تحضير وكثير اكسبرتيز بكذا دومين يعني بقى هو جامع كتير فنون يلي هن الموسيقى الغناء الشعر الرقص وبلس البروجكشن 3D مابينج الووتر فاونتنز هيدي بعد ما صارت كمان. ووتر فاونتنز بتعمل منشوفها بكتير بلاد بس ولا مرة شفناها مزبوط بلبنان. نعم. عم تنعمل على أصولها الفاير ووركس يعني شو اسمهم الفاير ووركس الألعاب النارية كل هالميدياز فايتين ببعضهم داخل شو يلي عم بيخبر قصة عم بيخبر قصة طوله رح يكون 45 دقيقة في أول وفي آخر وفي طلعات ونزلات وإيموشن وقصة وشعر وغنانة ورقص وتياب وكتير قصص. خلينا نرجع نتابع بعد شوي الحديث بالتفصيل كمان عن النشاطات طبعا. اللي راح تصير إن شاء الله إنما خلينا نشوف هالتي في سي عن المهرجان وبنرجع منتابع. بيست مع بلدية بيروت تقدم وي دريم لبنان من 24 آب حتى 3 أيلول واجهة بيروت البحرية. عروض مثيرة للفورمولا 1 والسيارات الخاصة، أذواق ونكهات متعددة مع سوق الأكل، عروض وألعاب لكل العائلة. الليلة العربية مع راغب وشيرين. أضخم عرض مالتي ميديا يعرض للمرة الأولى في لبنان. قصة وطن متجسدة في حلم. ماسترز أوف ديرت أخطر عرض للدراجات النارية. عم
عم نحلمك لبنان او دريم لبنان هو العنوان الرئيسي لهالفستيفال، وهيدا الشيء هيك فعلا دائما بنفكر فيه انه لبنان هو حلم والواقع هو عم نعيشه، انما عم نحاول دائما نثبت اكثر واكثر انه الحلم بيتحقق على الارض. رشا، من هال يعني المنطلق اللي اشتغلتوا عليه، كيف قدرتوا فعلا تجمعوا كل هالشخصيات الكبيره اللي راح تشارك، يعني ان كان على صعيد فني غنائي ثقافي وان كان على صعيد ملتي ميديا كمان مثل ما عم نشوف، يعني امور رياضيه 100%. بكل صراحه نحن اليوم لما قررنا نعمل مهرجان عم نحلمك لبنان او وي دريم لبنان، حبينا يكون موجود معنا التنوع والعالمية بمكان واحد، وهيدا كمان اللي بفرق بيتس عن غيره. اليوم نحن عملنا فيليج، هيدا الفيليج مقسمة لفيليجز أصغر إذا بدك. كل قرية بهيدا الفيليج إلى سكشن معين وإلى خصوصية معينة. يعني اليوم حيكون معنا سكشن الأكل، يلي سوق الأكل حتكون موجود معنا فيه. في سكشن للكيدز، جايبين ألعاب وعم نعمل قصص جديدة كمان للأطفال، لأنه نحن بناخد بعين الاعتبار أنه اليوم في كتير أهالي ما عم بيقدروا يلاقوا كتير مناطق يقدروا ياخدوا أولادهم أنه ينبسطوا ويتسلوا، فخلقنا لهم كونسبت كمان جديدة وحلوة. بسكشن السبورتس مقسمة على شقين، سكشن حيكون للفورمولا 1 يلي لأول مرة بلبنان حيكون في عدد كبير من سيارات الفورمولا 1، 12 سيارة حيكونوا هني موجودين عم بيعملوا ميني شوز للعالم. أكيد حيكون في السائق البريطاني أوليفر جيمس ويب وجون لانكستر معنا بهيدا المشروع. بنفس الوقت في تيري جراند يلي هو ستاند درايفر بيعمل قصص بالسيارات هيك فريدة من نوعها، يعني بيكون مثلا عم بيشفط عم بيقلب الدولاب قصص كتير هيك ما تتعلموا هيدا الشيء، هذا بس على السيركوي بيصير دخيلكم مكسور هيك على الطرقات يعني. لا هيدي مش للطرقات، هيدي بس على الحلبة للسواقة، بس بكون حاطط حزام أكيد. أكيد أكيد السيارات بتكون معدلة خصوصا بس لهول، يعني مش أي سيارة فيها تقدر تعمل هيك شيء. صحيح. في شق الماسترز اوف ديرت يلي هني فريق عالمي جاي من برا من 50 شخص حيكونوا عم بيلعبوا على الدراجات النارية، بس كمان عم يعملوا شو فريد من نوعه. يعني في كتير نطنطة، في قصص عم بتصير بالهواء، جايبين هني ذير دانسرز الميوزك تاعيتهم، فشي كتير 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 جديد على لبنان. والشق الأهم أكيد يلي نحن حكينا عنه هو المولتي ميديا شو، يلي بس حابة أنا زيد شغلي عن اللي قاله وسام، إنه هيدا القصة اللي نحن عم نحكيها هي الحلم اللبناني. نحن كلبنانية كيف منحلم نشوف هيدا الوطن، وهيدا الحلم عم نجسده من خلال العناصر السمعية والبصرية الموجودة بالمولتي ميديا. أكيد بنصح الكل يجي يكون موجود معنا على هيدا الشو، لأنه عن جد في نخبة المبدعين اللبنانيين يلي عم يشتغلوا عليها، أكيد مثل وسام سميرة والنزار فرانسيس، سامي صعب، أمين سمائي، ناصر الأسعد، بيتر عطا. يعني في جروب كبير لبناني عن جد بفرجوا قد ايه القوه البشريه اللي نحن عنا يا بلبنان. صحيح، هيدا كتير كتير اساسي، وهيدا الشيء نحن حبينا كبيس نضوي عليه. هلا في ليلة العربي يلي أكيد الكل بيكون مبسوط فيها في راغب وشيرين، بس حتى وجود راغب وشيرين معنا بطريقة جديدة، يعني اليوم اثنيناتهم حيكونوا عم بيغنوا على مسرح واحد، وهيدي يعني فكرة جديدة ما بنشهدها بالعادة كنا بالحفلات الكبيرة. صحيح، فحبينا كل شيء يكون موجود بطريقة جديدة. هلا في الفي اي بي حيكون موجود معنا ايريس، هيدا كمان اسم معروف بلبنان وبالخارج، بيعملوا يعني هن الكونسبت تاعتهم كثير حلوة ومرتبة، فكمان حيكونوا هن مانج باي ايريس الفي اي بي. ب 24 حيكون في عنا الفاير ووركس، شيء كثير كبير وحلو، نزيه طبارة عم يشتغلوا معنا على كونسبت كثير كبيره، كمان اول مره بتشهدها بيروت. هون بدي تابع شوي مع وسام، بين مثل ما قالت يعني رشا، هون العمل عم بيكون عم بيشمل كثير كثير اشخاص، يعني مزبوط. مخرجين، فنانين، شعراء، مغنيين وغيرها. انما هون لما بنحكي عن التجهيزات على الارض، يعني لما عم نحكي فورمولا 1 حتى لو كانت سيركوي اصغر او ميني شوز، حتى لما عم نحكي عن ماسترز اوف ديرت، يعني كل هالامور ما بنشوفها بالعاده، بنفكر وين بدهم يكونوا موجودين وقديش رح يكون في تجهيزات لحفظ امنهم اذا فينا نقول. مزبوط. هلا
الناس اللي عم تقطع هلا حد الزيتونه بين زيتونه وبيال عم بيشوفوا في شيء عم بيصير، ما بعرف اذا قطعتي هلا من شوي. اذا بتقطع هلا بالسياره اليوم او حدا بيقطع بيشوف في كونستراكشن، في عمار عم بيصير مش طبيعي، والناس فاكرين عم بيطلع شيء بنايه او مشروع جديد او شيء، هي بس هذا اللي عم نعمره يلي انا بزعل اقول انه رح ينفك بعدين، لانه حرام عم بيتعمر مزبوط كانوا عم نعمر بيت يعني شو بيت مدينه عم تتعمر جوا. دو كل شيء اكيد كل شيء تجهيزات وكل شيء سيفتي امان هولي اكيد اكيد احنا اخذين كل البريكوشنز لهالموضوع، لانه اليوم اكيد كمان سلامه الشخص اللي حيكون جوا كثير بهمنا. أكيد حتى بدي خبرك عن موضوع الكيدز السكشن تاع الاطفال عاملينه بطريقه كثير سكيور، لانه منا اليوم الاهل يقدروا يفوتوا اولادهم يعني على هيدي المنطقه ويفلوا، ايه فيهم يامنوا كليا، فيهم يامنوا كليا لانه المنطقه كومبليتلي سكيورد وفي سكيورتي ومسكره فانس وكل شيء. وكمان هون بدي اقول لك شغله، انه نحن حتى كبيست ما اشتغلنا بس على بروجرامات، اشتغلنا على الديزاين. يعني اليوم نحن عم نقدم للعالم اكسبيرينس جديده، بتفوتي لعنا بتشوفي كل شيء معمول بديزاين جديد، حتى وجود سوق الاكل معنا ما حتكون عاديه، حتكون بطريقه انترناشونال ستاندرد، لانه عن جد نحن حابين نضوي على لبنان وعلى القوه اللي نحن عنا اياها بلبنان بطريقه مميزه هيدي السنه. صحيح. خلينا نحكي كمان عن تواريخ تبعولهم مالتي ميديا، امتى رح يكون؟ رح يكون اول ليله 24 اب، بعدين 26 اب 27 سوري 27 اب. انا بدي اعمل خلص هلا برجع عند رشا كل شيء هذا وسام مخرج. بالنسبه للميني شو للشوز تبع الفورمولا 1 امتى رح يكونوا؟ الفورمولا 1 الفورمولا 1 هن حيكونوا من 24 ل 3 كل يوم من الساعه 7 ل 8 اوكي ساعه كل يوم. والماسترز اوف ديرت، ماسترز اوف ديرت 1 و 2 سبتمبر ايلول. والاريبيان نايت لاب اللي بيننا بين سوبر ستار اكيد وشيرين 25 اب 25 اب ليله واحده بس سوق الاكل حيكون على مدار والاطفال كمان الكيد سكشن كلها 24 ل 3 كله سبتمبر رح يكون كل الوقت موجود. من اي ساعه لاي ساعه رشا؟ بيفتح البلج الساعه 4 بعد الظهر ومتكفوا معنا لوجه الظهر لوجه الصبح لوجه الضوء مثل ما بيقولوا لاخر الليل. مزبوط. بالنسبه للعروض اللي رح تكون مستمره كل الوقت. البطاقات اللي بدهم يحصلوا على البطاقات، البطاقات حتى بموضوع البطاقات بدي اقول لك انه كمان حتى هيدا الموضوع درسناه كثير لنقدر قد ما يكون عم نعمل شيء متوفر لكل الفئات العمريه والمجتمع اللبناني. فالتيكتينج الانترنس على الفيلج هو 10,000 ليره لبنانيه، الاولاد لعمر العشر سنين مجاني، وفي التيكتس موجوده على www.ihjaz.com، مالكس بوك شوبس، ليبون بوست، خوري هوم، جراند سينماز. وحابه زيد شغلي واعطي شكر كبير لدوله الرئيس سعد الحريري على وقته معنا. مظبوط، هو راعي هيدا المهرجان وهو امن بهيدي الفكره من اول نهار وكان داعم عن جد لنا من اول الطريق، لانه هو كمان اكيد شاف انه هيك مهرجان لبنان بتستاهل هيك مهرجان. صحيح. وبتستاهل انه لبنان تكون عم ترجع على الخريطه السياحيه، لانه بدي اقول لك ضيف شغلي بعد انه اليوم كمان هيك مشروع بقوي السياحه اللبنانيه. صحيح صحيح. بنفس الوقت الاقتصاد بنكون نحن عم نساعد بالاقتصاد الداخلي والخارجي، بوجود مهرجان بيجمع العالميه والفن نحن بنكون عم نحمس العالم من برا تجي على لبنان. صحيح. وتشوف لبنان شو فيها بهيك مهرجانات، فاوتوماتيكلي السياحة بدها تقوى، الريستورانتس بدهم يشتغلوا، الاوتيلات بدهم يشتغلوا، يعني كل شيء بالبلد بده يكون عم بيتقدم ليقدر يعني تتقدم البلد كمان بهيدا الموضوع اقتصاديا. واهم من هيك انه نحن هيدا المهرجان خلق فرص عمل كثير كبيره للبنانيين، وبظن نحن بعازي لهيدا الشيء. اكيد. فكل الشركات اللي موجودة معنا هي لبنانيين، وانتاج هيدا المشروع كله انتاج لبناني. أنا كتير بحب ضوي على هيدا الموضوع لأنه عن جد مهم نفرجي اللبنانية بس يجتمعوا مع بعضهم شو بيقدر يطلع منهم. صحيح، هيدا فعلا موضوع أساسي جدا، لأنه مثل ما قلتي لازم دايما يفكروا أنه أهم شيء إذا بيشتغلوا إيد بإيد بيقدروا يعملوا العجايب. يعني مظبوط، هيدا هي القصة فعلاً اللي نحن حابين نوصلها. عم نحلمك لبنان، تعالوا نحلم سوا، تعالوا نحقق سوا على الارض. نحلم ونحقق.
صحيح صحيح، هذا الاساس. رح نرجع نذكر رشا انه من 24 اب اوغست ل 3 ايلول سبتمبر المقبل رح يكونوا مهرجانات كل الوقت 4 لاخر 4 بعد الظهر لبعد لوجه الصبح، والكل العروض الفورمولا رح تكون من 7 ل 8 مزبوط كل يوم، والماسترز اوف ديرت 1 و 2 ايلول ببلش الساعه 9، وكله رح يكونوا عروض عالمية، يعني رح ينزلوا أشخاص يتفرجوا عليهم. أكيد أكيد، هلأ في عروض أكيد عالمية، بس كل شيء موجود جوا، كل الشغل لبناني لبناني، هيدا فعلا الممتع، لأنه عم نشوف فعلا مثل ما قلتي الإيد اللبنانية عم تقدر تستقبل الأشخاص اللي قادمين من الخارج. كل التوفيق إن شاء الله لبيس. شكرا لك. نحن متأكدين أنه أكيد رح يكون عنده نجاح كبير وإقبال كتير كبير من لبنان ومن الخارج. أكيد. أيضا أهلا وسهلا فيك رشا وسام. رح نتابع محطاتنا بعد كمان ب محطة مع الشيف ماريو ورشد ملح. بونجور مشاهدينا، لكل يلي بلش يتابعنا اليوم، عم نعمل نحن التارت، نوع تارت يلي هو الفريز مع الكريم باتيسير شوكولا. حنعمل ثلاث أنواع السابلي يلي هو البلوبري جام، الكرز والشوكولا. هلأ مثل ما قلنا أول ما بلشنا هون حطينا الطحين والزبدة وتركناهم لحتى لا يرتاحوا ويصيروا مثل التراب مثل ما شايفينه. هلأ بدنا نحط السكر، نستعمل سكر بودرة، كمان عم نخلطهم لحتى لا يفوتوا ببعض، يصير عنا إذا بدكم خليط واحد. أوكي، يكون مزبوط لما يضل في حبوب سكر. اوكي، من بعد ما صار عنا هذا الخليط بدنا نحط بيضتين. نصير نحركهم شوي شوي. هلا هون بدنا نحس انه عم تبلش تلزق، هذا شيء طبيعي لانه عم تبلش تكون عنا عجينه. مثل ما قلت انا اول الحلقه انه هيدي العجينه بدها ترتاح مينيموم نص ساعه لساعه قبل ما نقدر نبلش نشتغل فيها. اوكي، هون مثل ما عم بتشوفوا صار عندي عجينة، بضلني اعجنها مش كتير كرمال الزبدة ما تذوب. اوكي، اوكي مثل ما شايفين صار عندنا عجينة، ما تخافوا اذا لزقت، هذا شيء طبيعي. اوكي، نرجع بنحطها ببول. نشيل كل الزيادات. هلا فينا اذا بدنا نعمل شوكولا بنشيل تقريبا 20 جرام من كمية الطحين، بنحطها كاكاو. بصير في عنا سابلي شوكولا. اوكي، هلا تاني مرحلة مثل ما قلنا بدنا نتركها ترتاح تقريبا من نص ساعة لساعة لحتى نقدر نعجنها ونرقها. بده يكون عنا شوبك مثل ما قلنا. اوكي، وكاسة طحين. بدنا نذكر انه ما بدنا نكتر كثير طحين نحن وعم نعجنها، لانه ساعتها بتبطل كريسبي، بتصير مثل اذا بدكم بتصير تفتفت. ف ما نريحها نص ساعه لساعه وهلا بنرجع عند غيدا. شكرا شيف، اكيد رح نتابع محطاتنا بعد لحظات. زينب بتكون معنا بحلقه اجنده، خليكم معنا.